مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. كنا بعرف كوسكو، ومعروف في كوسكو انه عنده بوليسي كويسة للترجية، خاصة اللي ساكنين في نورث امريكا بيعرفوا قديش كويس كوسكو. بس البضاعة هاي اللي مرجعة شو بيصير فيها؟ هون السؤال. معظم هاي البضاعة ما بيقدر يرجعوها على الشلف، فبودوها على مكان زي هذا، اوكي، بسموه ليكويديشن. في اثنين منه، طبعا انا بعرف انه في جاتينو، في واحد في جاتينو، واحد بهل، وواحد في اوتوا. حط لكم العناوين، خليكم معي وشوفوا شو فيه. هذا شايفين في شغلات كتير، يعني اسعارها بتكون ارخص بكتير من حتى هذا التلفزيون نازل. هاي كلها عليها 30% من السعر المحطوط، 19 دولار. هاي سعرها كان 39، هلأ 25، ونازل عليه كمان 30%. جود برايس. أواعي، ورجيكم شغلات. مثلا هذا القميص سعره كان 22 دولار، هلأ 13 دولار. قمصان جديدة شايفين، بس بكون مثلا الناس مرجعينها، نفس الشيء 22 دولار، سعره هلأ 13 دولار. هذا كان سعره 150، هلأ 103. فيعني في كتير أشياء بتلاقيها هون فعلا سعرها أرخص. مثال، هاي كان سعرها 24، هلأ 14.99، يعني نازلة حوالي 10 دولار. وطبعا هذه بنحكي على الملابس هلا احنا، اوكي. اورجيكم شغلات ثانيه. هاي بدل مثلا رياضه للاطفال، هاي ملابس، هاي شغلات رياضه. اورجيكم طبعا اسعار كل شيء. مثلا هدول سعرها 124، هون 81 دولار. هذا التلفزيون مثلا عليه 20 دولار اوف. هذا 20 دولار اوف، غير السعر اللي نازل منه. عشان ارجيكم شغلة، مثلا هاي الطناجر كان سعرها 239 دولار، هلا 155. في شغلات بسيطة وشغلات كثيرة. مثلا هذا البانديجز، هذا في 100 حبة، هناخذ واحدة رخيصة جدا، سعرها هلا 42 سنت. يعني انا اعطيتكم مختصر عن الموضوع. في شغلات كتير ممكن تلاقوها، مو بضل الشغلات ما في، يعني اشي انه والله دايما موجود، بس في شغلات موجودة بتقدر تشتروها وفعلا اسعارها رخيصة. بس المشكلة الوحيدة اللي فيه انه ما في ترجيع. اعتقد تقدر تبدل اذا ما بيشتغل، ولك انه 10 ايام فترة. بس حبينا نورجيكم هذا المكان الكويس. حاطط لكم كل العناوين تحت في صندوق الوصف، عشان اذا انتم موجودين في اوتوا وقتلوا تروحوا عليهم، اذا موجودين برا تقدروا تدوروا عليهم. وسلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل